أهلا بالدكاترة جريد 5 الكليفر، أهلا بيكم في تشانل سوبر مذاكرة. معاكم مس شيماء منير، ونكمل مع بعض الكونسبت بتاعنا plant needs. plant needs وده آخر بارت فيه، آخر جزء فيه، وياريت اللي ما شافش اللي هي البارت اللي فاتت ياريت يشوفها. هسيب الرابط بتاعها أسفل الفيديو ده. ما تنسوش بقى لايك وشير للفيديو دوت، وتقولوا ليور فريندز عليها. يلا مع أنت فتكات والماجيك بلان نكمل الكونسبت بتاعنا. On Friday رحت فيزيت أنت فتكات في الهوم بتاعها، وسربرايز اتفاجئ في البلانت الماجيك بلانت. قالت لي أنت ده أنا بوت الماجيك بلانت ده من الجاردن اللي كنا فيها، وكنت very happy إن أنا see البلانت again. أصلي كان في question محيرني، فروحت قلت له ممكن ask a question؟ قال لي اتفضلي. قلت له أنا عرفت منك إن هنا ال water transport بتتنقل from the roots to the leaves، ده من خلال حاجة موجودة جوه الستم اسمها الزايلم. أنا مش مصدق الكلام ده، ده ممكن الروتس نفسها تاخد الووتر absorb الووتر وما تعمل لهاش ترانسبورت. وقال البلانت أنا هخليكي تعملي حاجة تتأكدي منها إن الزايلم ده عمل كده اللي موجود في الستم. هاتي اللي هو السيلري ستوك اللي هو عود الكرفس، وقط من تحت من البوتوم 2 سنتيمتر، وبعد كده حطيه في ووتر، والووتر ديت لازم تخليها فيها كولر، يعني حطي فيها فود كولورينج زي الريد مثلا، وسيبيه نيكست داي وشوفي هيحصل ايه. وفعلا انا قلت الانتي فتكات وخدت منها سيلري ستوك وعملت كده اهو، واستنيت معاها نيكست داي وبص كده على السيلري ستوك لقيته بقى ريد، حتى الليفز كمان الاوراق بتاعته بقت ريد. وبكده البلانت قال لي ان هو دوت بيأكد لنا ان حصل ان الزايلم عمل ايه ترانسبورت الووتر من الروتس لايه للليفز. وعشان تتأكدي اكتر يلا هاتي الستم بتاعت السيلري ستوك وافتحيها اوبن من جوه وشوفي الزايلم اللي جوه. وخدت الزايلم اللي جوه وفي اللانسس المكبرة العدسات المكبرة فعلا لقيت الزايلم اللي جوه. لما انا حطيت الكولر ده بقى ايه بقى ريد، يعني ده دليل ان الووتر والنيوتريانس are transported from the roots to leaves through mean a xylem in the stem. xylem in the stem. وسكت البلانت شوية وقال أنا كمان عندي question محيرني، انتوا يا هيومن جيت الانرجي بتاعتكم منين اللي هي بتساعدكم to do activities زي sleep و play؟ قلت له احنا الهيومنز ناخد الانرجي بتاعتنا من الفود، اصل الفود بيدينا نيوتريانس، وده بيحصل لما الفود بيدينا نيوتريانس خلال الدايجستيف سيستم بتاعنا، يعني النيوتريانس دي انتر البادي بتاعنا ثرو الدايجستيف سيستم، والدايجستيف سيستم بيعمل حاجه absorbs يمتص النيوتريانس اند جلوكوز، وبعد كده يعمل ايه ترانسبورت انتو وينقلها للبلاد. كل ده عشان نقدر get الانرجي to get الانرجي. فقال لي البلانت يعني انتوا يا هيومنز وكمان معاكوا الانيمالز search for food بتبحثوا عن الطعام to get energy. قلت له ايوه كده بالظبط. اما بقى احنا البلانتس make الفود بتاعنا عن طريق البروسيس اللي اسمها photosynthesis process اللي بيحصل في الليفز بتاعتنا، ويتكون منها الفود اللي هو جلوكوز، وده بيدينا الانرجي. احنا البلانتس make their own energy، بنعمل الانرجي بتاعتنا in the form of بشكل جلوكوز. فين بقى في photosynthesis process in the leaves؟ ودي difference الاختلاف ما بيننا وبينكو،
يعني انتوا الهيومنز دوروا على الفود بتاعكو اللي بيديكو الانرجي، اللي بيديكو الانرجي. الهيومنز وكمان الانيمالز need the food to get energy and nutrients to grow and survive، عشان grow and survive. وكمل البلان. طيب يا ترى احنا similarities متشابهين في حاجة؟ قلت له أيوة احنا similarities ان احنا both need the water and air to grow and survive. Need the water and air to grow and survive. ودي similarities ما بيننا ال plants واحنا ال humans. و ask ال plant question true or false دوت. The plants and the humans need the water and the air to live. يحتاج ال water وال air عشان live. طبعا ال plants فكر وقال برافو عليكو طبعا true. وكمان ask تاني هنا ال plants need the water وال air only، بس ال water وال air only علشان grow. ال plants بكل clever قال طبعا false، احنا مش محتاجين ال water وال air بس، في حاجات تانية نيد علشان نقدر grow. ويكمل البلانت كلامه وقال على فكرة احنا البلانتس وانتو كمان يا humans نيد الاير، بس احنا جيت من الاير جاز اسمه carbon dioxide gas اللي هو important لينا علشان نعمل process اسمها photosynthesis process عشان نقدر نعمل الفود بتاعنا. لكن انتو need into human وكمان الانيمالز into need الاكسجين، وهو basic need ليكو، basic need حاجة اساسية ليكو علشان انتو breathe. استغربت وقلت له يعني انتو ما بتاخدوش الاكسجين زينا؟ قال لا احنا بناخد برضو الاكسجين، احنا breathe وكمان all living organisms breathe بتنفس اللي هو الأكسجين، لكن مش basic need لإحنا، إحنا produce بننتجه عن طريق البروسيس اللي اسمها photosynthesis process. فكمل وقال وده difference ما بيننا، اللي إحنا plants need carbon dioxide as a basic need، basic need for photosynthesis process، لكن الأكسجين is not basic need، مش حاجة أساسية لينا. احنا البلانتس يوز الكربون دايوكسيد جاز في الايه؟ في النهار لما يكون موجود الصن، لكن ات نايت احنا بريز بتنفس الاكسجين زيكو. اما انتو بقى يا هيومن لازم على طول انتو بريز الاكسجين، يعني انتو نيد الاكسجين انتو هيومن وكمان الانيمالز as a basic need to breathe، as a basic need to breathe. وهنا similarities ما بيننا احنا الاثنين ان ال humans وال animals وكمان ال plant get ال gases from the air، بنحصل على ال gases from the air. وقال لي ال plants تقدري تقولي question ده ال animals وال humans need air to breathe، يا ترى sugar water vapor oxygen ولا الكربون دايوكسيد جاز؟ طبعا انا قلت له برافو عليكو قلت الاكسجين. وندهت عليا قامت وقالت تعالي ده في بروجرام بيوتيفول بروجرام في التي في، ولقيت البروجرام توك اباوت سيركيولاتوري سيستم، سيركيولاتوري سيستم. وقالوا بقى ان السيركيولاتوري سيستم البادي بتاعنا جوانا هو عباره عن heart وكمان blood vessels. والheart ده قاله هو عبارة عن four chambers أربع غرف، two منهم اسمهم atria two atria والتو تانيين هما two ventricles. والheart ده شغال يعمل pumps blood we can receive the blood again to all the body part، جميع اجزاء الجسم. اما بقى ال blood vessels دي هي transport the blood اللي هو جواه الاكسجين والنيوتريانس.
oxygen ونيوتريانس وتوديها ل all body part. وال blood vessels هم عبارة عن 3 arteries وكمان veins. وفي حاجة اسمها blood capillaries. ال blood capillaries هي بتعمل connect، بتوصل بين اللي هو ال arteries وال vein. وسألت أنت وقلتها لها إيه حكاية ال arteries ديت وال veins اللي هي blood vessels؟ وقالت لي أنت طب قولي الأول إيه هو ال circulatory system، فهمتي إيه؟ قلت لها هو system consists of heart with blood vessels. Heart and the blood vessels that transports، هي بتنقل إيه؟ ال oxygen ونيوتريانس، through the blood to all body parts، لكل أجزاء ال parts. قالت لي يعني circulatory system ده important. طب قولي give reason دوت بقى ليه circulatory system ده has an important role for human to survive. ليه important role للhuman؟ قلت أكيد من اللي هو بيعمله. قلت لها علشان هو transport الأكسجين والنيوتريانس through the blood to all body parts. الأرتريز بتحب جدا اللي هو الهارت، وتقعد تخبط عليه وتقوله يلا اديني البلد الريتش ان الغني بيه الأكسجين والنيوتريانس، علشان أخده ووصله أو ترانسبورت تنقله ل all body parts، لكل أجزاء الجسم all body parts. وبكده all body parts خدت الأكسجين وكمان النيوتريانس المهمين. ويجي بقى دور الفينز اللي تقعد تخبط على all body parts وتقول له اديني البلد، اللي هو بقى خلاص له قليل فيه جدا الأكسجين والنيوتريانس، وبقى فيه كتير جدا من الكربون دايوكسيد جاز، ووصله علشان اوصله ايه؟ اوصله للهارت تاني علشان الهارت يعمل ايه؟ يدي للبلد دوت الاكسجين والنيوترينز علشان الارتر يستخده تاني، ويفضل البلد ماشي كده هو في one way direction بين الارتريز والفينز. يعني البلد moves in one only direction، only one direction. فين في الهيومنز؟ فين في الهيومنز بالظبط؟ في الارتريز والفينز. وقلت الانت يعني circulatory system اللي هو system consists of heart and the blood vessels، وهو transports the blood and other fluids throughout the body، with blood vessels اللي جواه عبارة عن الارتريز، اللي هو carry الأكسجين والنيوتريانس. يعني الأرتريز carry blood that reach with oxygen and nutrients، ويوديها من الهارت from the heart to all body parts. ويجي دور الفينز، اللي هي بتاخد البلد اللي هو بقى low يعني قليل فيه الأكسجين وكمان النيوتريانس بس فيه كتير من الكربون دايوكسيد جاز، وتودي للهارت تاني. يعني الفينز return the blood that contains، بيحتوي على ايه؟ carbon dioxide gas and is low وقليل فيه اللي هو nutrients والoxygen، وتاخده from all body parts وباك ترجعه تاني للهارت. وقالت لي انت برافو عليكي، يلا قولي لي question ده إيه هو السيستم في الهيومن that moves the blood in the human body is called إيه؟ اللي بيمشي جواه البلد، digestive ولا respiratory circulatory ولا nervous؟ أنا رديت وقلت برافو عليك وطبعا circulatory. وكمان قالت لي البلد reach in carbon dioxide gas، غني أو مليان بالcarbon dioxide gas، return the back بيرجع تاني للهارت عن طريق ايه؟ خلال ايه؟ مين اللي بيرجع البلد تاني؟
اللي هو يا ترى الارتريز الفينز ولا اللونجز ولا الزايلم؟ رديت عليها وقلت لها طبعا برافو عليك الفينز. وكويستشن كاري اللي هو البلد، حد كاري البلد ريتش وذ الاكسجين، غني بالاكسجين جاز والجلوكوز، وهو بيوصله بين الهارت تو اول بودي بارتس، يا ترى ارتريز فينز لونجز زايلم. طبعا ده هو ريتش وذ الاكسجين وهو هياخده من الهارت. مين بيحب الهارت وبيخبط عليه؟ برافو عليكم قلت كده بالظبط، الارتريز. وبلاود فويس قال البلاند ايه ده؟ ده السيستم بتاعكم السيركيولاتوري سيستم، سيركيولاتوري سيستم شبه السيستم بتاعنا ترانسبورت سيستم، ترانسبورت سيستم. احنا البلانز عندنا فيزلز برضو، عندنا فيزلز اسمها الزايلم، الزايلم ترانسبورت الزايلم، ترانسبورت الووتر والنيوترينز من الروتس، من الروتس لإيه؟ to the leaves، to the leaves. ولما توصل الووتر والنيوترينز للليفز، الليفز يعمل ايه؟ الفوتوثينسيس بروسيس، فوتوثينسيس بروسيس، وبروديوس او ميك الفود بتاعه. فالليف عملت الفود، الليفز خلاص عملت الفود، عايزة بقى ايه؟ عايزة ترانسبورت، توصلها لأول بودي بارتس بتاعة البلانت. فهي عندها اللي هو الفلويم، الفلويم اللي بيعمل كده، بيعمل ترانسبورت الفود اللي هو الجلوكوز الشوجر from the leaves to all plant parts، to all plant parts. وده معناه اللي احنا كمان، احنا البلانتس عندنا one way vessels، one way vessels. ورديت وقلت صح فعلا، احنا السيركيولاتوري سيستم بتاعنا وكمان الترانسبورت سيستم بتاعكو في similarities، ان احنا both have system of vessels، اللي عندنا system عبارة عن vessels to transport the water والnutrients وكمان الغازز، وال both اللي هما الاثنين have one way vessels، طريق واحد لل vessels، one way vessels. بس في difference ما بين ان هو circulatory system بتاعنا consists of the veins وال arteries، اما انتوا بقى الديفرنس اللي انتوا consists of الزايلم فيزلز والفلويم فيزلز. ورد البلانت وقال لي عرفتي بقى الزايلم اللي موجود عندنا في البلانت is a one way vessel، one way vessel. طيب يا كليفر قولي لي طب ليه، يعني give reason. فكرت وقلت ان الزايلم بيعني من حاجة فعلشان كده هو one way vessel. برافو عليك قلت كده، because the xylem carry the water and the nutrients from the roots to the leaves، from the roots to the leaves. ولقيت نفسي very late، اتأخرت جدا ولازم go home علشان اعمل homework بتاعي، وقلت الانت فتكات goodbye، وكمان قلت للماجيك بلاند goodbye. وبكده مع بعض في الستوري ديت فينيش، خلصنا الكونسبت بتاعنا plant needs، plant needs. اتمنى تكونوا استفدتوا معايا النهارده، يا ريت تعملوا لايك وشير للفيديو ده وتقولوا للفريندز بتوعكم. كنت معاكم ميس شيماء، جود باي.